لك يلا خلصيني، من تحت راسك رح يروح علي الخبر. ها شرفت. إيمان طلعي معي رح نروح. لوين؟ عرفت محل سراب. بس لا تفضحينا هلا، اهدي. كتار بيعرفوا هنن وين، رح يكبسوا عليهم. يلا بسرعة. مانك جاية؟ إليف شوفي عمو شاهين، أنا مضطرة أروح هلا. يلا الحقيني. جوليا صارت بأمانتك. إليف أختي. إليف لوين؟ أنا أسفة ما فيني أخبركم، بس ببقى بخبركم بعدين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الحامي، بسم الله بسم الله. يا رب منك المدد والعون. دستور دستور دستور. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيون قلبي كيفك؟ شو قلي لي؟ راحوا؟ طمنيني. الشيطان عم يقول لي اقتلك واهرب من البيت. لسه شوي، خليك عم تقرا الدعاء. طيب خليكي عندك ليروحوا. شو منعمل؟ والله هلكت. خلص ما في مني امل. لا تعذب حالك وتقرا. لا لا رح اقرا لك انا هلا، فايت ساعدك وخلصك. دخيلك يا رب تحفظ قلبي وعقلي علي. كش يا جن كش. لك يا الله. وين الشرطة؟ شو ما رح يجوا يعني؟ يا عيون قلبي امي هذا رح يكسر الباب شوي تانية. طيب وقفي جايلك بعدي. دخيلك يا رب تساعدني وتوقف معي. كش يا جن كش 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 يا جن كش كش. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. يا ولدي رح نقدر نلحقهم شي؟ لو ما اجيت اخذك لحقتهم. قلبي ما طاوعني، بعرفك قديش محروقه. ايه انا منيح كثير. خلاص هلا رح فرجيكم. يلا شيخ البرداي ما بيتسكر بوشه الباب. انا رح فوت. يلا لشوف قوي قلبك. بسم الله كش يا جني. اي اجى الكل بطل. قولوا الله يا رب يا رب يا رب يا رب. لا منيح ما صار شيء. منيح يلا شباب جهزوا حالكم، وصلت الشرطة. أخ جواد يا رب. ما رح وقف، استني شوي والله لا أوصل لك هلا. يلا بقى قوي قلبك. يلا أنا جاي لك يا روحي. الله أخ
شو صار لك؟ ليش متسطحة؟ أنا ليش متسطح؟ افتحوا الشرطة. شوفي. ايه كبسوا علينا. شو صار؟ كبسوا علينا. شو قلتي؟ خليكم محلكم. شو عم بيصير اخي؟ شو عملنا؟ كيف بدنا نصورونا؟ عيب هيك. لبرا يا عم لبرا اختي شو ما عم تفهم بالحكي؟ شو العلاقة اللي بيناتكم؟ هي مرتي. انتو شو بدكم فينا؟ خلص نروح من هون. لبرا احنا بدنا نعرف شغلنا يا اخي. حاجة لبرا يلا. احنا بس بدنا ناخذ صورة. نعرف شو عم نعمل. لبرا يا عيني لبرا. يلا طالعوا. الله يخليكم. ما حدا يصوركم ولا حرام عليكم. اذا بتريدوا فضوا الغرفة فورا. شيخ كيف عرفت انا مرتك الثالثة؟ خلص بقى لبرا شباب. الكل يطلع لبرا. ما حكى شيء ابدا. البنت صغيره على هالشغلات. قد جدها الله يلعن. شوفي هي انمسكوا اخيرا. شو ما شفتي وضعه كيف؟ حسيت اني رح موت من خجلي. طيب شو عملت فاتن مسكوني يا الله؟ رجاء تنظري هون. لك تصريح شو اكل فوجي؟ حلو عني بقى. شو رح تقول لمريدينا؟ لك يا ابني اللي شو الذنب اللي ارتكبته انا؟ كنتوا بقى وين وانا وين؟ تصريح شو بدي اعطيكم؟ مو ما اعرف القصه. اللي معك شو كنت عم تساوي؟ بابا اليف يا ريتني ما كنت بنتك بالمره. انا بحياتي ما رح اسامحك على اللي عملتيه. رح ناخدها. طيب بكفي بك. يلا يلا